بسم الله، ايه هو البيم؟ اخواتي سامعين نعمل على طول، عمال اتكلم على البيم على البيم، فما اعرفش ايه هو. فمره مره كانوا ماشيين فلقوا سوبر ماركت مكتوب على البيم، فاكتشفوا ان انا شغال في سوبر ماركت، تمام، ان انا شغال كاشير، شغال بشيل الحاجات، الله اعلم. فعشان كده انا حبيت اوضح بس الفكره، ايه هو البيم دوت. البيم ببساطه هو ان انا اعمل موديل فيه كل المعلومات اللازمه. يعني انا دلوقتي هعمل موديل للمبنى، بيلدينج انفورميشن موديلنج، فهو مختص بالمباني. بنعمل حاجه نموذج المبنى. طب ما هو 3 دي ماكس بيعملها الاوتوكاد، يبقى ده بيم؟ لا. ليه؟ لان هو بيعمل الموديل بس ككتل ماس، بدون ما احط تفاصيل، بدون ما احط الفرق بين الباب والحيطه والحاجات دي كلها، تمام. طيب هل هو خاص بالمستشفيات والمدارس والمصانع والبيوت؟ لا، هو ممكن ندخل فيه الطرق، ممكن ندخل فيه لو في مدينه كامله تتعمل ينفع يدخل معانا. عندنا مثلا برامج سيفل 3D، يعني في برامج من اكتر من شركه بتعمل المدن وبرضه بتعمله بجوده عاليه، ممكن اكتر من سيفل 3D، بس هو ده المشهور لانه تبع اوتوديسك. اوتوديسك بتعمل حاجات كويسه وبتعرف تعمل لها دعايه اكتر من البرامج التانيه اللي ممكن تكون تتفوق عليها في الجوده والاخراج، تمام. طيب الموديل، يعني انا بتكلم في حاجه ان انا ابقى شايفها، مش ارقام، مش ورق، تمام، مش حاجه مجرد ايه جداول بيانيه، لا انا عايز اشوف الموديل، عايز اشوف موديل قدامي، مش ورق تكست، تمام. طيب في برامج مختلفه في السوق، ايه اللي يميز البرنامج ده عن البرنامج دوت او الشركه دي عن الشركه دي؟ من ضمن الحاجات اللي لازم نكون متفقين عليها ان المبنى لازم يبقى فيه معماري وانشائي وكهروميكانيكال. زمان اصلا كان كل ده كتله واحده، كان هو المهندس بيقوم كل دوت في عند الرومان، عند الاغريق، كذا كذا. انما دلوقتي بدا الموضوع يبقى فيه تعقيد شويه، فبدا يبقى مهندس معماري غير الانشائي غير الكهروميكانيكال. طيب هل معقول ان انا اشوف مبنى كله معماري وما فيهوش انشائي ولا كهروميكانيكال؟ طب في كهروميكانيكال بس وما فيهوش لا معماري ولا انشائي، تلاقي المواسير متعلقه في الهواء والاله عماله تشوط فيها، مش هينفع. فلازم البرنامج يكون بيشتغل في كله او بيقدر يدي كله. يعني برنامج تكلا ده برنامج انشائي ملوش في المعماري ولا كهروميكانيكال، بس اقدر اخد منه الموديل اوديه للمعماري يكمل عليه واوديه للكهروميكانيكال اللي يكمل عليه، ونقدر نتبادل معلومات مع بعض، تمام. فهي الفكره كلها، لازم ما ينفعش واحد يقول لي ده البرنامج ده جميل جدا بيعمل معماري بس ما بقدرش احط عليه الكهروميكانيكال، او ما بقدرش احط عليه الانشائي، يبقى كده ملوش لازمه، يبقى كده احنا مثلا ده مشروع تخرج. انما مبنى حقيقي لا، مش هينفع يتعمل كده، تمام. لازم يبقى فيه انتقال معلومات من المصمم معماري، المصمم الانشائي، المصمم كهروميكانيكال، للمالك، للناس بتوع الحصر، للناس بتوع كذا، يبقى حاجه متكامله مع كل الناس. طيب حاجه كمان دلوقتي بدات تدخل، ودي هيبقى لها محاضره خاصه بيها، اللي هو موضوع ان الحاجه تبقى متاحه على السحابه الالكترونيه او كلاود، او يعني الناس كلها تقدر تخش تشتغل عليه في نفس الوقت، تمام. اغلب الكورسات وحتى الكورسات المعتمده والحاجات دي كلها بيركز ان انت تبقى عارف البرنامج، وما بيهتمش بان هو يقول لك ازاي تتعامل مع زملاء كلهم، لو انتوا كلكم معماريين ازاي كلكم تفتحوا الملف وتشتغلوا في نفس الوقت، تمام. البيم في ميزه ان هو لازم كله يبقى مع بعض، ما ينفعش احط لي لوحه الدور الاول مع بعيد عن لوحه الدور الثاني، فانت بتعدل في الدور الاول وبتعدل لي شفط او كاميرا او اي حاجه، والتاثير ده مش باين في الدور الثاني، فتلاقي كل حاجه مش منتظمه. لا، ما دام بنعمل موديل بيم لازم نلتزم بقواعد البيم، لان انا بشوف مشاكل كتير جدا الناس عامله حاجات كده. يعني مثلا في مكنه مش لاقيها، بيقدر يعملهاش، يروح جايب اي ضغط يروح رسمه كان ده مكنه، يعني شغل شغل نفسك وخلاص، المهم انها لما تيجي تتبع الناس تشوف حاجه موجوده وخلاص، يبقى كده مش بيم، كده مش هيعرف يعمل حصر، كده مش هيقدر يحل الكلاشات، كده مش هيقدر يظبط الشغل بتاعه، تمام. فلازم اهم حاجه يبقى عارفين ازاي نشتغل كلنا مع بعض، ازاي موضوع الكلاود ده مهم جدا، حتى لو شبكه، لو احنا كلنا مثلا شغالين في نفس البلد ازاي نقدر كلنا نشتغل مع بعض، تمام. الحاجه اللي بعد كده، انا دلوقتي لو عملت الشغل كله ومهندس الموقع مش قادر يتعامل معايا، لا، ده لازم يبقى في امكانيه ان مهندس الموقع يشوف على التابلت او الايباد او اي وسيله عنده، دي يقدر يفتحها ويقدر يتوصل بيها ويقدر يشوف اللوحه. مش كل شويه خد يا فلان خد ال 50 لوحه دول
الدوم بتاع الموقع. لا هو ممكن يدخل لو عايز يطبعها يطبعها، عايز يشوفها على التابلت يشوفها، يبقى في امكانيه جميله جدا ان انا اقدر اوصل للمعلومه وانا في قلب الموقع. ولو في الموقع برضو يتواصل مع الشركه نفسها يقول لها والله احنا عندنا مشكله كذا كذا، هرفع لكم الصور. تمام، يعني برنامج البرامافيرا في اخر الظهر ليه بداوا يحطوا ان هو يبقى على الانترنت. تمام، واغلب البرامج دلوقتي بدات تشتغل على الانترنت. البرامافيرا مهندس البلاننج بيشوف كل الحاجات اللي هو عايزها ويرفعها على الموقع، والرئيس القسم بيبدا يشوف ايه المشاكل وايه الحلول واحنا وصلنا لفين والتاخير وازاي هنظبط الامور. تمام، طيب يبقى كده احنا عرفنا البيم وعرفنا ايه البرامج. قبل ما اسال عن اي برنامج اشوفه متكامل مع بقيه البرامج ولا لا، في معلومه لازم نبقى يعني نبقى متفقين عليها عشان ما نخسرش بعض. البيم مش هو الريفت. تمام، البيم فلسفه، البيم بيحقق الفلسفه دي زيه زي 100 برنامج تاني. تمام، فانت سواء اتعلمت ريفت او اي برنامج تاني مفيش مشكله، بس يعني ايه خليك عارف ان في برامج تاني زي الارشكات زي الفكره كلها ان هو يحقق الشروط بتاعتي، حققها من ربط عظيم سلام. ممكن واحد يشتغل بالريفت ويطلع شغل زباله لان هو مش شغال بيم، هو شغال عارف ازاي يرسم حيطه وعمود وكاميرا بس مش عارف يعني ايه البيم، مش عارف يتواصل مع بقيه الزملاء ازاي، مش عارف يحط المعلومات صح ازاي. كل ما مثلا عايز يعمل حاجه يروح حاطط اي خطين وخلاص، مجرد ان هو عايز يوصل ان هو يطلع حاجه شكلها حلو وخلاص، مش مهتم بان هو يعمل موديل حقيقي كانه في الواقع، كانه في الموقع نفسه. تمام، الريفت من الاداه كويسه جدا. الاوتوكاد نفسه لو انت سطبت اوتوكاد اركتكشر فانت كده شغال بيم، لان انت بتلاقي ادوات ان ترسم المبنى زي ما هو وبرنامج كويس اوتوكاد اركتكشر كويس. ممكن طبعا الريفت افضل بس البرنامج ده كويس، ممكن لو حد عايز يشتغل عليه لان هو متعود على الاوتوكاد جامد مفيش مشكله. في مثلا برنامج الارشكات ده برنامج روعه مفيش مشكله. في برامج كتيره جدا زي اول بلان زي البرامج دي كلها بيم وبتعمل حاجه معينه ان هي بتعمل موديل. في برامج تانية اعلى او خطوه بعد كده بتضيف البعد الرابع للحاجه الزمن، انت تشوف المبنى زي نفس وركس لو دخلت على مدونه او ام ار اس ال ام دوت بلوج سبوت مدونه مقاس البيم هتلاقي ان شرح لنفس وركس. احنا في البيم مش بنتكلم على برامج، بنتكلم عموما ازاي نفهم البيم وايه الحاجات المشاكل اللي فيه، لان مثلا عندنا مشكله لازم نركز فيها وهي ان انت لما بتحط المبنى كله على سحابه الكترونيه ايا كانت اي هاكر ممكن يدخل وياخد الملفات ديت فيقدر يعمل زي بيرسون بريك ويعرف ازاي يهرب وازاي يدخل ويسرق وازاي. فازاي نحمي الموضوع ده امنيا، يبقى عندنا الادوات اللي تساعدني وتامن لي الملفات بتاعتي. تمام، ده ببساطة موضوع البيم. في شركات كتيرة شغالة في الموضوع دوت زي جراف سوفت اللي هي عاملة الأرشكاد، في فيكتور، في فيكتور وركس، في بنتلي. الشركات دي كلها شغالة في مجال البيم بقالها كتير. تمام، وهو وهو مطلوب في السوق. يعني أنا شغال في قطر حاليا، ناس كتيرة طالبة بيم، بيجينا ناس كتيرة جدا من الهند، في شركات كتيرة جدا من الهند، كل الفكرة 3-4 قاعدين عرفوا البرنامج بيعملوا شركة ويبدأوا يتكلموا شركات طب ابعتوا لنا الحاجات واحنا نعملها لكم. هما خدوا ميزة ان هما بيعرفوا يعملوا بيم مش اوتوكاد، فيقدر ينافس بحاجة، مش هينافس بالسعر، هينافس بان هو بيقدم خدمة مش الناس كلها عارفاها. تمام، غالبا قليل جدا من الجامعات اللي هي بتدرسه، فعشان كده محتاج ان احنا بس ايه نلقي نظرة عليه. اي كتاب، في كتاب انا كاتبه اسمه الطريق الى البيم، ممكن تجيب اي كتاب من كتب البيم وتقرا فيه هتلاقيه سهل جدا. تمام، هيكملك لو انت مثلا درست الريفت بس لسه ما عرفتش البيم، هتلاقي الموضوع بدا يبقى اسهل وافهم الريفت ده معمول ليه، افهم مين اللي بيستخدم البيم، هل المقاول ولا الاستشاري ولا العميل اللي هو مش الجاسوس، لا العميل اللي هو صاحب المشروع. كل واحد من دول بيستفاد. يعني من ضمن الاستفادات مثلا العميل اولا بيشوف الحاجه اللي هو بيفكر فيها هل هي دي ولا لا. ما انا لما اقدم له حاجه 2 دي هيبص كده حلو 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 انا موافق، هو مش فاهم حاجه، بس لما يجي يبص في الواقع ايه ده انت عامل لي ليه الطرقه ضيقه، لا انا عايز اوسع من كده.
تمام، بقى شايف الحاجه بعينيه ومتخيلها، فيقدر يقول لك لا ده مش اللي متخيله، لا انا عايزك تشيل كذا وتحط كذا. تمام. انا فاكر مره قبل كده واحد كنا عاملين له فيلا، يقول لك ايه المفروض يخش في التفاصيل، بس هو بيقول الماسوره بتاعت الصرف بتاعت الحمام كام؟ 4 بوصه. لا انا عايز 6. يا عم 6 ايه بس؟ تمام. فايه الفكره كلها؟ ان انت هو استفاد، العميل هيستفاد، المقاول هيستفاد، ان هو قبل ما يدخل المشروع يبقى عارف المشروع ده هيكلف كام بالظبط، مش هيضرب رقم عشوائي. الاستشاري برضه هيستفاد. تمام. كل واحد فيهم بيستفاد مثلا يمكن 50 60 استفاده، ان هو بيبقى السكاشن بيوفر عليه وقت كتير قوي في عمل السكاشن، بيعرف المشروع ده هيتكلف كام، المشروع ده يحل المشاكل بتاعته قبل ما يتصل بالموقع يقول لك ده احنا في حاجه عملناها غلط. في دراسه في شركه عملتها في جامعه ستانفورد، في يونيفرستي جامعه ستانفورد، بتقول لك ان احنا ممكن نتفادى 40% من الاشياء المفاجئه اثناء التنفيذ لو استخدمنا البيم. الدقه في حساب التكاليف وصلت ل 97%، ووفروا 80% من الوقت اللازم لحساب التكلفه، 10% من التكلفه تم توفيرها، قللوا 7% من وقت المشروع. تمام. فهم ودلوقتي في اوروبا بيقول لك احنا الثلاث ارباع اللي استخدموا البيم حاسوا بفرق جامد جدا، 75% حاسوا بفرق جامد جدا ان هو استخدم البيم، بدا يشتغل بيم، والنسبه هتزيد اكتر طبعا توصل ل 100% لو تم الاستخدام صح. تمام. طيب يعني هنعمل ايه في البيم؟ هعمل موديل زي ما هيحصل في الواقع بالظبط، في كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها، احل المشاكل اثناء التصميم مش اثناء التنفيذ. سهل جدا ان انا اعدل في الموديل. الاقسام كلها هيبقى في تعاون بينها، الميكانيكا والكهرباء، مش الميكانيكا تبدا تشتغل وبعد كده المعمار يبعت لها الحاجات بعدها مثلا بشهرين يكون هو شغال على المعمار القديم، لا ده في نفس اليوم اي تعديل بيحس بيه. تمام. هيبقى في حصر رهيب جدا للمشروع، تخفيض تكلفه، تقليل الوقت، تقليل الهالك. تقليل الهالك ده في بريطانيا بيوصل ل 37% من الخامات بتهلك، ففي الدول العربيه بتوصل لاكتر من كده. لوحه الديزاين اللي احنا صممناها هي لوحه شوب دروينج، مش هنعدل فيها كتير، هي لوحه الاسبلت. تمام. هيساعدني جدا جدا، ويبقى هيوفر عليا اكتر بكتير من التوفير اللي وفره لي اثناء الشغل في عمليه الصيانه، في عمليه ان انا اتحكم في المبنى كله بعد ما سلمه، يقدر صاحب المشروع يتحكم في المبنى كله ويبقى عارف كل مشكله بتحصل فين ويحلها في ساعتها. تمام. فاظن ان انت لو قارنت بين مزايا البيم والشغل اللي انت عارفه في سواء كنت شغال اوتوكاد او شغال بيم ريفت او اي برنامج بدون ما تبقى مركز على موضوع البيم دوت، تفرق معاك كتير. تمام. البيم بيبدا امتى وينتهي امتى في المشروع؟ بيبدا من اول ما المشروع يفكر ان احنا نعمله لحد اخر مرحله، لحد بعد التسليم. تمام. يعني قبل ما بخطط ببقى عامل البيم، قبل ما اسعر ببقى معايا البيم. تمام. البيم بيفيد جدا في الليد، في الجرين بيلدينج، دي من ضمن الحاجات الكويسه جدا في البيم، هو ان انا بيديني ادوات تسهل لي ان انا اعمل حاجه مظبوطه وحاجه توفر التكلفة وحاجة توفر الأحسن أحسن أساليب إن أنا أقدر أخد الليد، إن أنا أقدر أعمل حاجة مناسبة للبيئة. يعني ممكن لو أنا لفيت المبنى مثلا 15 درجة هيوفر معايا كتير جدا في كمية الكهرباء اللي أنا هبرد بيها المبنى، ففي أدوات بتساعدني إن أنا أعرف تكلفة الكهرباء هتبقى قد إيه لو عدلت حاجة صغيرة. تمام. فدي الحاجات دي بتبقى كويسة جدا، وطبعا بتفرق العميل اللي انت عملت موديل كويس هيوفر معاك كتير كويس جدا. تمام. فان شاء الله الدروس الجايه نبدا نتكلم في موضوع البيم، ورب ان شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.